مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج بعد السادسة اللي ينقل لكم كل جديد يصير في الساحة المحلية أول بأول. خلوني في البداية أستعرض معاكم شنو عندنا في حلقتنا اليوم. اليوم راح يكون معانا عداء المنتخب الكويت الوطني عبد العزيز سيف غرينيس، وأيضا راح يجمعنا حوار مع الدكتور عيسى الأنصاري والحديث عن المسارح وإلغاء الرقابة المسبقة على النصوص الدرامية والمسرحية. ومن بعدها راح ننتقل إلى جودة التدريب في التطبيق مع الدكتورة سعاد الشبو، وأيضا راح تكون لنا وقفة مع الفن وإسراء العنزي والإبداعات بالفن التشكيلي وإنجاز مشروع استاد في الجناح الشرقي بجامعة صباح السالم. ومن بعدها أيضا راح نتناول أكثر موضوع استقبال المواطن والمقيم في مكتب اللواء جمال الصايغ. أما الحين ننتقل إلى زميلي عيد، مساك الله بالخير. مساء الورد زميلة فاطمة، يا هلا مرحبا فيكم من خلال البرنامج بعد السادسة. نستمر معكم على مدار طبعا أكثر من 45 دقيقة في هذا البرنامج في الكثير من الفقرات والحوارات في برنامجنا. الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صنفت دوراتها التدريبية ضمن المعايير العالمية المعتمدة في عملية تأهيل كوادر شبابية للعمل الميداني للمهن الحرفية. تجربتها مع خريج الهيئة وكذلك الطلبة التدريبي الميداني أثبتت نجاحها وجدارتها من خلال أدائهم المتميز ونجاحهم في ميدان العمل. قاعدين من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي هي مناسبة حق العمل اللي قاعد نشتغله كلاب وكسيفتي وكأويل. هو يشتغلون عندنا مكانين، مكان اللاب الرئيسي وعندنا في تكرير الزيت الموجود على المحولات الموجودة بشبكة الكويت. يا هلا مرحبا فيكم من خلال البرنامج بعد السادسة. سعدنا أن يكون معنا الدكتورة سعاد الشبو مدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبي. هلا مرحبا فيك دكتورة، وشكرا على قبول هذه الدعوة. أهلا، يعني هلا مرحبا، ويسعدني تواجدي معاكم اليوم مع المشاهدين الكرام. أبرك السعادة دكتورة. يعني نتكلم في البداية عن أهداف الحملة الإعلامية الخاصة بالاعتماد الأكاديمي. أهداف الحملة الإعلامية، طبعا هذه الحملة الإعلامية تنظمها اللجنة الاستشارية للاعتماد الأكاديمي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة الدكتور علي، برئاسة الدكتور جاسم الأستاذ نائب المدير العام لقطاع الخدمات الأكاديمية المساندة، بالإضافة إلى فريق متميز من أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريب. طبعا هذه الحملة الإعلامية خاصة بالاعتماد الأكاديمي تحظى بدعم كبير من الإدارة العليا، وعلى رأسها طبعا معالي الوزير، وزير التربية الدكتور علي المضاف. الهدف من هذه الحملة هو نشر إنجازات الهيئة في مجال الاعتماد الأكاديمي. الهيئة يعني خطت خطوات كبيرة وحققت إنجازات يعني متميزة في الاعتمادات الأكاديمي، فحبينا أن إحنا ننشر هذه الإنجازات ونتكلم عنها، وكذلك بهدف أن إحنا نعزز مكانة الهيئة الأكاديمية، وكذلك ندعم دور
دورها كمؤسسة تعليمية رائدة في على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي والعالمي. نعم دكتورة، ما شاء الله تبارك الله، من خلال يعني هذا العملية، عملية الاعتماد الأكاديمي، هل بدأتوا الخطة الخاصة في عملية الإعلان بالاعتماد الأكاديمي؟ احنا الخطة الإعلامية يعني بدأناها قبل فترة قصيرة. الإنجازات يعني في مجال الاعتماد قد تمتد أكثر من عقد من الزمن، ويمكن يعني بعد راح نتكلم عنها، لكن الخطة الإعلامية احنا بدأناها قبل فترة، راح تتضمن، هي مدتها لمدة سنة كاملة إن شاء الله، راح تتضمن العديد من الأنشطة والمكونات والعناصر، يعني ابتداء من راح نصمم إن شاء الله شعار خاص بهذه الحملة الإعلامية مستمد من رؤية الهيئة ومفاهيمها الأساسية. بالإضافة إلى طبعا بدأنا من قبل فترة في فريق اللجنة الاستشارية زيارات مكوكية لكليات الهيئة كنوع من التحفيز والتشجيع للأقسام العلمية في أنهم يبدأون في الحصول على الاعتماد الأكاديمي. طبعا بالإضافة إلى أنشطة كثيرة يعني تتضمن رسائل إعلامية إن شاء الله راح نقوم فيها، رح ننشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في القنوات الرسمية، رح يكون هناك تصاريح رسمية من مسؤولين في الهيئة، وأيضا رح يكون هناك نوع من ورش العمل والدورات، ورح يتضمن أيضا ملتقى إن شاء الله إعلامي بالتعاون مع جهات الاعتماد الأكاديمي العالمية، ورح يشارك فيها نخبة من المتخصصين بإذن الله. ذكرتي بأن أي حملة لها عناصر ومكونات، شنو هذه العناصر؟ هذه الأنشطة اللي إحنا راح نسويها إن شاء الله، راح نقوم فيها، ونتمنى إن على مدار سنة كاملة إن شاء الله إن إحنا نحقق الأهداف المنشودة. الأنشطة راح تكون يعني على حسب الظروف والأوضاع اللي موجودة عندنا. والله إحنا الخطة عندنا تفصيلية، فيعني في كل أسبوع راح يكون في عندنا نشاط معين. ابتدأناها مثل ما قلت لك في الزيارات حق الكليات، راح تتوالى طبعًا الأنشطة بإذن الله. وجودي معكم اليوم طبعًا جزء من هذه الخطة الإعلامية. كبادرة يعني. كبادرة إن شاء الله. دكتورة أيضا هنا أكيد هناك أكثر من اعتماد أو عدد الاعتمادات اللي حصلتوا عليها خلال هذه الفترة. هو بالفعل يعني إحنا لما نقول إنجازات الهيئة فإنجازات فعلا يعني ملموسة وكبيرة في هذا المجال. الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب أولت موضوع الاعتماد الأكاديمي اهتمام كبير، مو الحين، من قبل عقد من الزمن. يعني أول اعتماد برامجي حصلت عليه الهيئة كان في عام 2010، وكان من المنظمة الأمريكية للهندسة والتكنولوجيا، منظمة أبت، وكان لكلية الدراسات التكنولوجية. طبعا الجهود كانت قبل هذه الفترة، لكن الاعتماد الرسمي كان في سنة 2010. بعد ذلك توالت الإنجازات إلى أن يعني وصلنا لعدد كبير جدا، ولمدة قبل شهرين بس عندنا كلية التمريض ولله الحمد بفضل جهود القائمين عليها ودعم الإدارة العليا حصلوا على الاعتماد الأكاديمي من المنظمة الأمريكية لعلوم التمريض، منظمة أسن، وهي تعتبر من أرقى المنظمات في مجال التمريض. نعم. كلامش عن متمم. طيب الآن حصلتوا مثل على الاعتماد الأكاديمي من منظمة عالمية، بس نوضحها للمشاهد الكريم. نعم. شنو مميزاتها بالنسبة للطالب؟ شنو مميزاتها؟ هي عملية الاعتماد، الحصول على الاعتماد الأكاديمي عشان نوضحها للمشاهدين، هي عملية مجهدة، يعني تتطلب الكثير من الجهود، مثل تطوير المناهج، تطوير أساليب التدريس، توفير الأجهزة والتجهيزات، البنية التحتية، تنمية أعضاء هيئة التدريس، وغيرها من الأمور اللي تطور العملية التعليمية. يعني الاعتماد الأكاديمي هو ثمرة هذه الجهود كلها. فبالتأكيد متى ما تطورت البرامج الدراسية معناته أن مخرجات هذه البرامج الدراسية أكيد راح تتحسن. فالطالب إن شاء الله يعني لمن يتخرج من هذه البرامج المعتمدة أكيد المهارات راح تكون مهارات يعني عالية الجودة، الكفايات اللي يكتسبها طبعا تكون نفس الكفايات المطابقة للمعايير العالمية. للطالب شخصيا للأمانة أول شيء راح يحس بالانتماء والفخر إنه هو قاعد يدرس برنامج دراسي معتمد
تمام من منظمة عالمية مرموقة. ثانيا بالنسبة لفرص العمل، لما يتخرج عندي طالب بسوق العمل بالضبط، لما يتخرج الطالب من برنامج دراسي معتمد أكيد أن فرص العمل راح تكون يعني أكبر بالنسبة له، خاصة أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في لها شراكات كثيرة مع القطاع النفطي، القطاع الصحي وغيرها من قطاعات الدولة. بالإضافة إلى أن أيضا عندنا الآن إحنا والله الحمد حاصلين جميع معاهد الهيئة الثمانية على اعتماد مؤسسي من أكاديمية باريس، وهي أكاديمية معترف فيها أو تتبع وزارة التعليم الفرنسية. خريجين البرامج المعتمدة في هذه المعاهد راح يحصلون إن شاء الله على رخصة اليورو باس. رخصة اليورو باس هذه شو تمكنهم منه؟ تمكنهم منه هما تكون فرصهم في استكمال الدراسات العليا في أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي أكبر، وأيضا كذلك تمكنهم بأن يحصلون على فرق. هذا خاصة لطلبتكم الحين؟ خاصة لطلبة معاهد التدريبية بالفعل، هذه رخصة اليورو باس إن شاء الله، والخريجين إن شاء الله من هذا الكورس إن شاء الله رح يحصلون على هذه الرخصة بإذن الله. يعني اللي تخرجون هالسنة اللي سابق لا اللي تخرجوا عفوا اللي تخرجوا الكورس اللي فات اللي هم الدفع، ورح تستمر طبعا ما دام الاعتماد صالح أكيد راح تستمر يعني منح هذه الرخصة لخريجين البرامج المعتمدة. دكتور أيضا الأهم في هذا الموضوع هو احتياجات السوق وموامة السوق لسوق العمل. نعم. لمثل هذه العناصر الفنية، فعلا سوق العمل الآن يحتاج أكيد لمثل هؤلاء العناصر الفنية، عندما نخرج هؤلاء نحتاج إلى هذه المهارات، نحتاج إلى هذه العناصر الفنية بغض النظر عن موضوع مثل العناصر الأدبية، فالآن احتياجاتنا دائما تكون هي فنية أكثر. نعم. وهذا نعم. أنتم ما توفرونه الآن. وهذا اللي إحنا طبعا اللي نوفره بالتعليم التدريبي في المعاهد التدريبية، عشان كذي إحنا حرصنا إن المعاهد التدريبية بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية في الكليات إن تكون البرامج اللي تقدم لهم تضاهي البرامج التي تعتمد من قبل المنظمات العالمية. ولله الحمد يعني أقدر أقول إن إحنا عندنا في الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب عندنا أكبر رقم في الكويت حصل على الاعتمادات الأكاديمية، يعني حصلنا ولله الحمد 71 اعتماد أكاديمي من منظمات عالمية مرموقة. هذا بالإضافة إلى هناك اعتمادات ما زالت قيد التنفيذ، وهناك اعتمادات أيضا قيد التجديد، فإن شاء الله في الفترة القريبة القادمة رح نتوقع أن هذا الرقم إن شاء الله رح يزيد. الله يوفقكم إن شاء الله دكتور. آمين أجمعين. الله يسلمك. كل الشكر والتقدير للدكتورة سعاد شبو مدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي. كملين معكم في بعد السادسة. ألعاب القوى الفردية والجماعية للمنتخب الكويتي الوطني حققت إنجازات مشرفة، ومن ضمنها البطولة العربية اللي أقيمت في تونس، وهي مسابقة التتابع 400 متر واللي شارك فيها إبراهيم الضفيري وبدر السويد وعمر صالح. والحين راح يجمعنا حديث عبر سكايب مع عبد العزيز سيف غرينيس لاعب المنتخب الوطني العداء بالتتابع في ألعاب القوى. يا هلا ومرحبا فيك في برنامج بعد السادسة. يا هلا فيك. يعني ألف مبروك في البداية على حصولكم على المركز الثاني في هذه البطولة، كلمنا عن هذا الإنجاز. أول شيء الله يبارك فيك والحمد لله على هذا الإنجاز، كان ختام البطولة بآخر أسبوع في البطولة. هذا الإنجاز يمكن هذه الميدالية غابت عنا كثير، 2017 أنا كنت بنفس البطولة حققنا المركز الرابع، ما قدرنا نصعد المنصة، بس بحضور الشباب بجهدهم بهاي البطولة الحمد لله قدرنا نحقق المركز الثاني وميدالية عزيزة كثيرة بهاي البطولة. يعني ما شاء الله كنتوا أربع لاعبين في هذه المسابقة، شلون كان التفاهم والتعاون بينكم حتى أنكم تحققون هذا الانتصار وهذا المركز؟ هو السباق عبارة عن 400 متر اللي هي لفة كاملة على الملعب، وبالتتابع يركض اللاعب الأول بعد الثاني والثالث، فكان في تكتيك بين الفريق إنه نوزع جهد اللاعبين، فكان في أكثر من خيار من يلعب أول لاعب من اللاعب الأخير،
فاعتمدنا اخر شيء هذه الخطه، وكان خلينا اللاعب الاخير ابراهيم الظفيري لانه كان توه خالص سباق 800 متر قبلها يمكن بساعه، فكان في اجهاد عليه، فحرصنا ان احنا نعوض اول شيء ونخليه يريح. فهذه الاستراتيجيه اللي الحمد لله فادتنا بالسباق بهمه الشباب، معنا اثنين من الشباب اول مره يشاركون مع فريق العمومي، شباب صغار الحمد لله كانوا رجال بالملعب وما قصروا. يعني ما شاء الله فوزكم في هذه البطولة أكيد تطلب منكم تدريبات نقول قصوى قبل خوضكم هذه البطولة، كلمنا شلون كانت تدريباتكم وين تدربتوا؟ الحمد لله كان تجهيزنا من أول موسم كان الاتحاد الحمد لله موفر لنا التفرغات والمعسكرات، ومن قبل البطولة يمكن بشهر وشوي خلصنا آخر بطولتين بالكويت مع الأندية، وعلى طول بعد البطولة بيوم سافرنا معسكر تحضيري لمدة 21 يوم قبل هذه البطولة، كان بتركيا ببورصة لملائمة الأجواء هناك، وكان كل شيء يعني يفيدنا بحق التمارين. شنو كانت تمارينكم وتدريباتكم يعني قبل البطولة؟ يعني ما شاء الله كانت في أكثر من لوكيشن، فكلمنا عن هذه التدريبات. هو عادة تدريباتنا قبل البطولة تكون يعني قريبة من مسافة السباق وسرعة عالية وتمارين الاتصالات الحديد، بس يكون أكثر شيء يكون مهم قبل البطولة التركيز والنوم عدل والوجبات، فكنا حيل مركزين من قبل البطولة من 3 أسابيع. يعني ما تعتمدون بس في التدريبات على الركض فقط، هل في تمارين ثانية تأدونها؟ لا لا لا، كثير من التمارين يعني نسوي تمارين ركض، تدخل معنا حتى تمارين اليوغا عشان المفاصل والمرونة وعشان تفادى الإصابات، في تمارين نسويها بالمسبح وفي تمارين صالات الحديد، ف يعني على تركيبة المدرب يعني. زين، ومن بعد بطولة تونس هل في بطولات قادمة قاعدين تستعدون لها؟ حاليا عندنا يمكن راحة لمدة أسبوعين، وبعدها بنحضر بطولة ألعاب الخليجية إن شاء الله بشهر 12 راح تقام بالكويت، فما نبي الميدالية تروح وهي دام هي بديرتنا. وإن شاء الله الموسم الجاي حافل ببطولات، في عندنا دورة الألعاب الإسلامية ودورة الألعاب الآسيوية وبطولة آسيا إن شاء الله. ومن فوز إلى فوز أكبر ومن نجاح إلى نجاح أكبر، كل الشكر لك اللاعب عبد العزيز سيف غرينيس لاعب المنتخب الوطني العداء بالتتابع في ألعاب القوى. استمر معكم في برنامجنا وحديثنا عن تاريخ المسرح بالكويت وعودة المسرح بعد انقطاع لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا، وللمسرح الكويتي تاريخ من العطاء. يساوي 1000 ناقد. الدياية ب1000 ناقد. هذا الدجاجة ناقة الدجاجة الدجاجة الدجاج مال قبل ناقة. الحين انتو ايش فيكم؟ والله يا حضرة محطب محطب. احمد ايش فيك؟ والله هو طال عمرك الموضوع انا احنا وسالك وسالك سالك لا سالك انت الحين. انت اسمك احمد؟ لا انت اسمك احمد. يا وتالي انت اخوي ايش اسمك؟ انا اسمي احمد. يا على انا منهم والله. يا انا ايش علي منك؟ ما تقول انا ايش علي منك؟ شلون طيبوك؟ ما قصروا والعب وياك شقه وحوش؟ نلعب شقه وحوش وكتب ستة؟ واحنا اثنين نلعب كتب ستة شلون؟ نلعب نلعب مشكور تفضل خليها عندي. لا 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 ما احمد لا لا حتفك لي سيدة كوخي ديدة سيدة سيدة عندي ديدة سيدة سيدة كوخي ديدة. أجبه يا سلام يا ولش اقعد يا ولش تعذب يا ولد. حاضر يا يبا طاطوطة. عيد ميلاد واخونا كلنا
زاد الفرح زاد يا ليلة هنينا سعيد ميلاد أختنا كلنا زاد الفرح زاد يا ليلة هنينا. متواصلين معاكم من خلال برنامجكم برنامج بعد السادسة وسعدنا يكون معنا الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة والفنون والأداب في المجلس الوطني والناطق الرسمي الدكتور عيسى الأنصاري. مساك الله بالخير وشكرا على قبول هذه الدعوة دكتور. مساك الله بالخير وأنتم مشكورين على الدعوة الكريمة. أبرك الساعة دكتور. اليوم ما شاء الله عندنا موضوع مهم وهو موضوع إجازة العروض المسرحية والرقابة المسبقة بدولة الكويت اللي أقرها معالي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب السيد عبد الرحمن المطيري. نتكلم عن انعكاس مثل هذا القرار على عملية تعزيز الحرية ونشر الثقافة بشكل عام. يعني في البداية لابد حقيقة من كلمة شكر وتهنئة. أما الشكر فموجه لمعالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والأداب، وكذلك الشكر موصول لكل من عمل سواء في المجلس الوطني من خلال سعادة الأمين والأمناء المساعدين ولجنة العروض المسرحية وجمعية الفنانين وكل في الحقيقة المهتم بهذا الشأن الثقافي. لابد من كلمة شكر لهم لأنهم هم وراء هذه الجهود الكريمة الطيبة. أما التهنئة فهي للمجتمع الحقيقة الفني وبالذات أسرة المسرح. أما فيما يخص لجنة العروض المسرحية التي نتج عنها في الحقيقة هذا القرار الحقيقة المتميز، اهتمينا في الحقيقة لإظهار أهمية الدور المسرحي، هذا جانب. الجانب الثاني مرجعية النصوص يجب أن تكون للقانون وليس للأمزجة. عجبني نص أجيزة ما عجبني نص ما أجيزة، لا، اليوم مرجعيتنا القانون، قانون المطبوعات 2006 أو قانون حماية الطفل 2015. كذلك لابد من الإشادة بأهمية مسرح الطفل وإعادة روح حقيقة هذا المسرح المهتم بالتنشئة والطفولة وحقيقة الإبداع. كذلك لابد من الإشارة إلى أن هذا الحقيقة هذه الخطوة حافظت حقوق الملكية الفكرية لصاحب النص من خلال حفظه في المكتبة الوطنية. يعني قبل دائما هناك نزاع، هناك خلاف، أنا كاتب هالنص أنت اقتبست من هذا النص، لا، اليوم القانون أراح المبدع وراح المنتج وراح المؤلف من خلال تعليبه يجيب النص ووثقه وسجله في المكتبة الوطنية ويأخذ كود وطني. لذلك في الحقيقة هذا حقيقة إنجاز كبير تحسب الحقيقة لمعالي الوزير. النقطة كذلك الأخيرة حمل حقيقة المجتمع الفني من المنتجين والمؤلفين والفنانين مسؤولية كبيرة. اليوم أنت النص محرر والذائقة الفنية حاضرة، لك حق الإبداع ولك حق رصد المجتمع ومتابعة الحقيقة ما يحتاجه من ظواهر ومشكلات لتبرزها. فاليوم دورك، احنا ريحناك في الحقيقة وحطينا لك حقيقة شروط بسيطة جدا. الإبداع إذن لك يا منتج ويا مؤلف، ميدانك هذا ميدانك. دكتور من خلال هذا الحديث وعملية الرقابة المسبقة والآن يعني الفنانين هم الآن المسؤولين عن هذا الموضوع، المسؤولية تقع على من الآن في عملية الرقابة؟ هي في الحقيقة مسؤولية مجتمعية. أولا اليوم أنا اختصرت الطريق، قبل عبارة عن مرحلتين، مرحلة النص تجيب النص ورقة من خلال لجنة تشكل في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تدرس النص من خلال أكاديميين ترى مدى يعني الذائقة الفنية ومدى تأثير هذا النص ومدى الارتقاء في المجتمع من خلال ما يطرح من قضايا. كذلك مراقبة البروفا. اليوم معالي الوزير أمر سهلوا على الناس وسهلوا على الفنانين، ألغى في الحقيقة إجازة النصوص وجعل مراقبة العروض هي الأساس، لأنك أنت وانت راح تراقب العروض بيدك نص. فأش حقة هالخطوتين، خطوة واحدة تدمج قراءة النص وبنفس الوقت متابعة البروفا، فأنت تتأكد أن النص ملتزم بقانون المطبوعات وتتأكد من حسن في الحقيقة عرض هذا النص. لذلك الحقيقة تم اختصار للجهد والمال والوقت. نعم. طيب في حال عملية رفض بروفة العرض المسرحي، هل هناك إمكانية يمكن إعادة إجازة هذا العمل؟ إحنا عيد خلينا نقول مو رفض،
احنا ما نرفض، احنا نقوم، احنا نشير، احنا نساعد، نقول لك يبا تعال هذا النص انت قدمته لنا من خلال القانون، لقينا بعض العبارات التي تخالف قانون المطبوعات او التي تحتاج الى تعديل، فاحنا نساعدك على اعاده في الحقيقه تقويم هذا النص وعرضه عندك سنه كامله تعيده، وبالعكس اعطيناك 60 يوم بصفه عاجله ان اردت ان تعيد الكره مره ثانيه، فبالعكس احنا جهه مسعده ومسانده للمؤلف. طيب بما ان الان تصير الحريه اكثر للفنانين في عمليه يعني الحديث والتحدث، لان تكون المسؤوليه خلاص تقع على عاتقهم في هذا الموضوع، شنو الخطوط الحمر او المحاذير؟ يعني كما تعلم نحن نثق بالوسط الفني ونثق في الحقيقه المسؤوليه المجتمعيه التي يتحملها الحقيقه الفنان ويشارك في الارتقاء في المجتمع، لكن لابد في الحقيقه من بعض التنبيه، ابرزها في الحقيقه احترام العقائد والديانات وعدم المساس في القران الكريم وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، كذلك عدم التعرض للذات الاميريه، فسمو الامير حفظ الله ورعاه لا شك هو راس الدوله ومصان ولا يجوز التعرض لذاته، كذلك عدم المساس بالدستور الكويتي، عدم المساس بسمعة البلد رجال القضاء، عدم المساس في العلاقات مع الدول الصديقة، هذه ركائز يستند عليها قانون المطبوعات. فيما يتعلق بمسرح الطفل لا شك ندعو هنا إلى إبراز قيم الحب والولاء والتعاون ومساعدة الغير والغرس القيم الجميلة في الطفولة، ففي النهاية هي مساندة للنص وليس رقابة حقيقة لصيقة للنص. نعم، بحكم طبعا تعاملك مع الفنانين وهذا الوسط وقاعد تشوف يعني ردود الفعل، شلون شفت ردود الفعل بعد هذا القرار الخاص بمعالي يعني وزير الإعلام؟ لا شك يعني معالي وزير الإعلام حقيقة يعني فتح هذا الباب الذي أصبح مرصود من الكل، فتعاملت معها الصحافة أمس ووسائل التواصل الحديثة وجمعية الفنانين والفنانين الكويتيين داخل وخارج الكويت في ارتياح عام يثبت في الحقيقة دور الكويت التنويري في مساندة المسرح وتبسيط في الحقيقة كثير من الأمور التي نادى بها الوسط الفني، فنعتقد حقيقة أن التجاوب إيجابي وحقيقة في فرحة في قبول، ولكن بنفس الوقت في تحمل المسؤولية، حس الفنان اليوم أني أنا يلا ماني مقيد في النص، المطلوب مني فقط الارتقاء بالنص وتقديم نص يحاكي المجتمع الكويتي ويعكس في الحقيقة حاجاته ورغباته ومشكلاته وتطلعاته، فاليوم هذا القانون حقيقة دعا إلى مزيد من الإبداع، مزيد في الحقيقة من التميز. نعم، نتأمل إن شاء الله يكون هناك طبعا العودة للمسرح الهادف بعد هذه القرارات، ونشكرك على تواجدكم معنا دكتور عيسى، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. كل شكر وتقدير دكتور عيسى الأنصاري الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة والفنون والآداب في المجلس الوطني والناطق الرسمي، كلمة معكم في بعد السادسة. أما الحين مشاهدينا راح نكون مع إبداعات والفنون التشكيلية.
مشاهدينا، معنا الحين بالاستوديو الفنانة التشكيلية إسراء العنزي. حياك الله معنا في بعد السادسة ومساك الله بالخير. الله يحييك ومساك الله بالنور وبالسرور. إسراء، في البداية يعني ودنا تكلمينا أكثر عن بداياتك مع الفن التشكيلي. بداياتي مع الفن التشكيلي كانت من عمر صغير، من 5 سنوات، ولكن كانت فترات متقاطعة. بعدها بلشت بداية فعلية سنة 2019 شهر 11، كانت أول انطلاقة، وبعدها جت الكورونا. يعني قبل الكورونا بالضبط بلشت شهر تقريبا أو 3. هل درستي هذا الفن أو مثلا يعني دشيتي دورات معينة حتى يعني تمتهنين هذه المهنة؟ لا، هو كان موهبة، ولكن أنا دخلت دورتين تقريبا وبعدها وقفت، وكان كله يعني تعليم ذاتي. وشنو الشيء اللي حبيتي أكثر في الفن التشكيلي؟ أكيد الفن التشكيلي أنواع وفي مجالات وايد، فشنو اللي تخصصتي فيه وحبيتي؟ الفن التشكيلي أنا تخصصت في الرسم وكذلك النحت، يعني أحب الجمال فيه، ولكن صراحة ما مارسته، وأحب الخط، لذلك أنا تعلمت خط المعلة، وهو خط يعتمد على هندسة. فأكثر شيء الرسم هو اللي أمارسه، والفنون عندي فنون الأداء اللي هو فن الخطابة وكذلك الكتابة. يعني ما شاء الله تخصصات وايد، ولكن شنو أبرز الأعمال اللي قدمتيها خلال الفترة الماضية؟ أبرز الأعمال، أنا قدمت لوحة بعنوان المرأة والكويت. هذه اللوحة من خلال تخصصي في نظم المعلومات الجغرافية طابقت فكرتها من خلال التشريح للوجه، النسب الوجه الصحيحة للإنسان، وكذلك مقياس الرسم لخريطة دولة الكويت، فأسقطتها عليها وكانت يعني مقسمة لثلاثة أثلاث، فصارت أن أساساً خريطة الكويت تعبر عن المرأة الشامخة، وشاركت فيها في المرسم الحر. يعني يقولون دائما الوجه اذا كان جميل لازم يكون سيماتريك، فهل هذا الشيء طبقتيه في هذا العمل؟ هو انا اكثر شيء طبقت انه مو يكون جمال، ان تكون الدراسه مطابقه فعليا. نعم. فلما قسمت خريطه الكويت كانت ثلاثه اثلاث مثل تقسيم تشريح الوجه الصحيح للانسان. فهي عطت حق نفسها مسمى ورمزية، يعني هي رمزت لنفسها بأنها هي المرأة الشامخة. وهل فادتك يعني قلتي في البداية أن يعني امتهنتي أو دشيتي في الفن التشكيلي قبل جائحة كورونا، فهل فادتك هذا التفرق أثناء كورونا في أنك أنت تتعمقين في هذا الفن أكثر؟ بشكل عام فاد الجميع، الكل يعني فاد كورونا، خاصة أنه هو قاعد ينمي في مهارات وقاعد يكتشف في قيم ما كان هو يعرفها، فبشكل عام الكل استفاد من جائحة كورونا، مو بس الفنانين، ولكن صار أكثر الإقبال على الفنانين التشكيليين اللي عندهم موهبة الكتابة، بعد صاروا أكثر أنه هم يطورون هذه الموهبة، اللي عندهم موهبة تطوير الذات، تطوير الآخرين من خلال إعداد الدورات وكذي. فجائحة كورونا بالنسبة لنا صارت يعني هي اللي عطتنا هذا شوي التفرق، أن إحنا نرجع حق ذواتنا. أكيد، ورب ضارة نافعة. ونشوف يعني بالفترة الأخيرة سواء أثناء الجائحة أو خلال هذه السنة، يعني طبعا اكتشفنا أن وايد يعني شباب دشوا عالم الفن، فهل هذا الشيء تحسين أنه يعني لا أثر إيجابي ولا لا أثار أخرى عليكم أنتم كفنانين؟ لا طبعا، يعني مجال الموهبة مفتوح للجميع، سواء كانت الفنون بصرية تشكيلية وكذلك الفنون السمعية، في إقبال بعد على الكتابة وعلى الشعر وعلى النثر والخواطر، فهذا بالعكس يعني الإنسان صار يقيم نفسه، فبالعكس هذا يثري الفنان ويثري الفن. يعني سمعت أنا مساء قبل الهوى أنك أنت أيضا توجهتي حق الكتابة. صحيح. شنو أنواع الكتابات أو ما هي الكتابات اللي أنت قدمتيها إلى جانب الفن التشكيلي؟ أنا أكتب خواطر وشعر فصحى ونبطي. وهل ترجمتيها بالفن التشكيلي؟ ربطتي بين الاثنين؟ لوحة المرأة والكويت أنا كتبت أبيات شعرية، كذلك أنا أكتب أبيات شعرية تخص
أكثر شيء جانب تطوير الذات وجانب الإنسان. مثلا يعني اللي تحاكي الإنسان، الأسئلة اللي أنا أسألها حق نفسي أنا أترجمها وأحولها لخطب أو أحولها لخواطر وأثري فيها المستمع. إسراء يقولون الفن رسالة، وأكيد الأشياء أو الأعمال التي تقدمينها رسالة، فشلون تترجمينها من خلال لوحة فنية أو من خلال خواطر أو من خلال كتاباتك؟ من خلال لوحة فنية. أنا شاركت في مهرجان الفنون البصرية برأس الخيمة، وكان أساساً اللوحة عبارة عن الثيم الأمل، فأنا ترجمت اللي عندي كل الإحساس من الأمل وكذي في هذه اللوحة، وكانت هي اللوحة واقعية. ولكن سبحان الله كذي أول ما أنا أقبلت ورسمتها تغيرت من لوحة واقعية إلى لوحة إبداعية، لأن صار فيها شيء اللي هو إذا حطيت عليها البلاك لايت تتغير الألوان، فصار يعني تكون أفقع شوي؟ لا، تتغير الألوان، إنه تتدرج إنه يطلع الشمس وبعدين يختفي وتصير قمر، وصارت اللوحة فيها فكرة إبداعية. عشان كذي فيها تحول، فيها تحول، فيها تحول من شروق لغروب، ولكن ما كان هو بتخطيط. هي الفنان بشكل عام لما يقعد ويقعد يرسم ويمسك ريشته والفرشة ويقعد يحرك الألوان ما يكون عنده فكرة، ولكن الإلهام اللي يوصل معاه اللي يوصل الإنسان فيه في هذه اللحظة هو اللي يخلق بعدين الإبداع. إذن هذا الإبداع هل تشوفينه يعني مرتبط بالخيال أم بالواقع أكثر؟ على حسب الإنسان، يعني في بعضهم هم أساساً يكونون مقبلين على أن هم يرسمون الواقع، ولكن من خلال إضافة مشاعرهم يتحول لخيال. بعدين في ارتباط كبير ما بين الخيال وما بين الواقع. الواقع أنت وأنت ترسم تحس أن أنت بتجسد واقع، ولكن مشاعرك وأنت ترسم تتحكم في اللوحة، في إنتاج اللوحة الأخير اللي الإحساس هذا هو اللي يخلي الخيال عندك واسع ويخليك تمثل خيالك في لوحة واقعية. كل التوفيق لك إسراء العنزي، وأكيد فنك جميل نفس لقائك معنا اليوم في بعد السادسة. مشاهدينا كانت معنا الفنانة التشكيلية إسراء العنزي، والحين راح ننتقل معاكم إلى إنجاز مشروع استاد رياضي في الجناح الشرقي بجامعة صباح السالم في فقرة منجز. أحرصت جامعة الكويت خلال إنشاء حرمها الجامعي الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية على الاهتمام بالجانب الرياضي والثقافي، ولعل ذلك يبرز بوضوح من خلال أحد أهم مكونات الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية، وهو الاستاد الرياضي اللي يقع في قلب مدينة صباح السالم الجامعية بمساحة البناء اللي تبلغ نحو 34,000 متر مربع. نتعرف على هذا المشروع في الاستطلاع القادم. يقع الاستاد الرياضي بمدينة صباح السالم الجامعية في الحرم الرئيسي، تحديداً بالجهة الشرقية من الحرم الشمالي. يعتبر موقع مميز كونه يقع بين البوابتين الرئيسيتين للمدينة الجامعية، مما يسهل عملية الوصول إليه. ملعب كرة القدم صمم بناءً على المقاييس الأولمبية والعشب الصناعي المعتمد من فيفا، وبناءً على ذلك يكون صالح للاستخدام الدولي. تم توفير مضمار جري 8 حارات بالمقاسات الأولمبية كذلك حوالين ملعب كرة القدم. أهم مكونات الاستاد الرياضي الجناح الأميري وأربع أجنحة لكبار الزوار والمقصورة الإعلاميين والصحفيين ومركز البث الإعلامي. تم تصميم الاستاد الرياضي على شكل قوس مستوحى من حركة الرياضيين أثناء القفز،
وتم تصميم وتركيب ألواح السقف على شكل مستوحى من أجنحة الطيور. جزء من عملنا في فريق التصميم يتكون من متابعة الدورية لأعمال الاستشاري المشروع من خلال متابعة المخططات والرسومات التصميمية، التنسيق مع الإدارات الجامعية، الحصول على متطلبات الجامعة وتطبيقها من خلال التصميم، وبالتالي الإشراف على تنفيذها بالموقع. احنا فخورين جدا كوننا جزء من هذا المشروع الكبير، وشاكرين جدا على الفرصة اللي تم اعطائنا اياها والخبرة الكبيرة اللي اكتسبناها خلال اداء عملنا بالمشروع. متواصلين معكم في برنامج بعد السادسة، والآن الحديث عن مبادرة وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح في توجيهات الوكلاء المساعدين في مختلف القطاعات الخدمية لاستقبال المراجعين سواء كان مواطن أو مقيم. وكان لبرنامج بعد السادسة تواجد في مكتب الوكيل المساعد لقطاع العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ برفقته عدد من القياديين. خلونا مع الزميل عبد العزيز درويش. موجودين في إدارة مرور العاصمة اليوم، نسلط الضوء على استقبال سعادة الوكيل المساعد للمرور والعمليات للمواطنين والمقيمين من الساعة 6 إلى الساعة 8 تحت توجيهات معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح. مبادرة من معالي وزير الداخلية ممتازة. والله متواضع، أنا ما عرفت إلا شفت الرتبة يلا انتبهت إنه الوكيل. والله قرار صعب، الله يعطيك العافية. وايد سلس بصراحة وتعاملهم وايد. دخول المراجعين بدل لا يدخل يكون في اوراق ناقصه، فتره المرحله الاولى تكون مرحله تدقيق على المعامله، فيتم التاكد من جميع اوراق الشخص، جميع الاحتياجات اللي ممكن يسال عنها سيد الوكيل المساعد لقطاع المرور والعمليات، بحيث تكون دخول المعامله جاهز وجميع الردود تكون موجوده عنده، فما يتعطل الشخص المراجع. وللعلم دخولهم وخروجهم وانتهاء من جميع هذه العمليه ما يستغرق دقائق. خطوه رائعه جدا جدا. الواحد يستفسر ويساعدون ويسمع من قرب، يسمع عن قرب شنو مشكلته وشنو حلها إن شاء الله. طيب، يعني تسير أمور الناس، ما نعرف تروح على طول يعني مشاكلهم أو ما في عم يستقبل، وهذا الله يبارك فيه. للأمانة دخول المراجعين بالفترة المسائية لا يختلف عندنا كوزارة كإدارة عام مرور أو قطاع مرور العمليات عن الفترة الصباحية. بالعكس، فترة صباحية على مدار الأسبوع يتم استقبال ما لا يقل عن 70 إلى 100 مراجع بالفترة الصباحية. بالفترة المسائية يتم استقبال تقريبا نفس العدد. فبالنسبة لقطاع المرور والعمليات لا يختلف الأمر، لأن عدد اللي يدخلون يوميا يعادل عدد اللي يدخلون يعني بأسابيع في إدارات ثانية وقطاعات ثانية. ولله الحمد إحنا تواجدنا هنا فقط لخدمة المراجعين وتسهيل معاملاتهم. ما هي مجاملة أو أني أنا بدش له طيب وما يردحها، احنا جينا على هالاساس. وهالشيء مو غريب يعني على وزاره الداخليه ولا على ديرتنا. في يوم الثلاثاء الفتره المسائيه السيد الوكيل بتوجيهات سيدي معالي وزير الداخليه والوكيل وكيل وزاره فريق عصام النهام، نقعد احنا كل ثلاثه نستقبل المراجعين، سواء اللي عنده شكوى، اللي عنده اقتراحات يقدمها اداره عمل وتطوير العمل، اللي عنده معاملات او في بعض الاجراءات اللي يحاول يخلصها، فيستقبل السيد الوكيل، يستمع لهم، يقدم لهم، يساعدهم بما يعني يسهل على الناس. وهذا دورنا واجبنا صراحه في الاداره عامه المرور. وايد سلس بصراحه وتعاملهم وايد زين، يعني ما عليه كلام صراحه. معاملته يعني شنو فوق الممتاز والله. ما شفت عبالي عادي، يعني ارسان عادي متواضع. ما هي غريبة على أهل الكويت اهتمام كبار المسؤولين بالمواطنين والمقيمين لارتقاء بالخدمات العامة، وهذا كله يعكس وجه الحضاري الكويتي الجميل. وصلنا معكم الختام، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. مع السلامة.
ما شاء الله نسمة أنت شايف عيد حلقتنا اليوم كانت متنوعة وتناولنا أكثر من جانب وموضوع، وأكثر شيء شدني عيد أنه ما شاء الله الشباب رغم الظروف الاستثنائية اللي يمر فيها العالم من جائحة كورونا إلا أنهم مستمرين في إبداعاتهم وتحقيقهم لبطولات عالمية. أكيد زميلتي فاطمة، ودائما يقولون من رحم المعاناة يعني تخرج الإبداعات خاصة مع جائحة كورونا. لنسى مع ضيفتك الفنانة التشكيلية الأستاذة إسراء العنزي لما ذكرت بأن يعني هي موهبتها بدأت قبل كورونا بشهر، ففعلا هذه المواهب تكون موجودة. ولنسى أبطالنا اللي أخذناهم أكثر من فترة في هذا البرنامج وحققوا ميداليات كثيرة ما شاء الله تبارك الله رغم الظروف هذه، يعني تولد أن الإنجاز دائما يخرج من رحم المعاناة. نعم عيدو، أكيد من إنجاز إلى إنجاز ومن فخر إلى فخر مع الشباب الكويتيين. ولكن وصلنا أنا معك اليوم إلى ختام حلقتنا في بعد السادسة، نتمنى لمشاهدينا إجازة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لك الزميلة فاطمة، بهذا نكون قد وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من برنامج بعد السادسة. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.